فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فتى موسى ماذا قال؟ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقال تعالى في قصة يوسف: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. إلى أن قال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لكن لما جاء الخير أم أراد بهم ربهم رشدا. ذكر الرب عز وجل في مقام ذكر الخير، لكن في مقام ذكر الشر لم يذكر. لما؟ تأدبا مع الله عز وجل، فلا ينسب إليه الشر.